مشاهدينا مشاهدي طقس العرب، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. عدنا لكم في نشرة جوية جديدة للحديث عن تفاصيل أكبر عن عاصفة ثلجية محتملة قد تؤثر على المملكة وبلاد الشام نهاية الأسبوع الحالي. نبدأ في البداية بتفاصيل الوضعية الجوية. حاليا يتمركز مرتفع جوي فوق وسط وشمال القارة الأوروبية، أيضا يتواجد عندنا كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة فوق المناطق السيبرية، وهي مناطق معروف أنها ذات برودة شديدة جدا. المتوقع مع مرور الأيام القليلة القادمة أن تندفع هذه الكتلة القطبية إلى منطقة البحر الأسود، ثم إلى تركيا، ثم تصل إلى منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ما ساعة مساء الأربعاء وربما صباح الخميس، معلنة عن تشكل منخفض جوي عميق فوق جزيرة قبرص ليؤثر مع ساعات صباح الخميس على أجزاء واسعة من بلاد الشام والمملكة، مترافق بهطول أمطار والثلوج بإذن الله تعالى. الآن ننتقل إلى مقارنة سريعة ما بين ما حصل في عاصفة هدى التي أثرت على المملكة مطلع العام الحالي ومع العاصفة القادمة. نبدأ من حيث مدة تأثير هذه العاصفة. طبعا العاصفة هدى كما يتذكر الجميع أثرت تقريبا على مدار 4 أيام منذ ساعات عصر الأربعاء وصولا حتى صباح الأحد. العاصفة القادمة تقريبا هي مشابهة للعاصفة هدى من حيث المدة الزمنية. عدد ساعات الهطول كانت في العاصفة هدى ما يقارب 30 ساعة هطول متقطعة، فبالتالي عملت على تراكم ليس بالكبير. كما يعلم الجميع تراكم الثلوج خاصة التراكمات الكبيرة تحتاج إلى انتظام أكثر في عملية هطول الثلوج. العاصفة القادمة متوقع أن تشهد 36 ساعة من الهطول الثلجي وأغلبها متواصل بإذن الله تعالى. سرعة هبات الرياح بلغت في العاصفة هدى ما يقارب 112 كيلومتر في الساعة في أجزاء من العاصمة عمان، في حين متوقع أن لا تتجاوز أو ما تتراوح ما بين 90 إلى 100 كيلومتر في العاصفة القادمة، فبالتالي هي أقل نوعا ما من عاصفة هدى. التراكمات في العاصفة عمان بلغت كمعدل تراكمات ما بين الأجزاء العالية والأجزاء الأقل ارتفاعا 15 سنتيمتر في العاصفة عمان كمعدل تراكم في عاصفة هدى، في حين يتوقع أن تكون التراكمات أيضا كمعدل تتجاوز في بعض المناطق 30 سنتيمتر. أقل درجة حرارة صغرى سجلت خلال عاصفة هدى كانت سالب 9 درجات مئوية، في حين المتوقع أن لا تتجاوز أقل من ناقص 5 درجات مئوية في أجزاء محدودة من المملكة خلال العاصفة القادمة. كميات الهطول نتحدث عن 100 إلى 130 مليمتر سجلتها عاصفة هدى، في حين نتحدث أيضا عن كمية مشابهة في العاصفة القادمة وهي ما بين 120 إلى 150 مليمتر. ملخص لهذه المقارنة، نرى أن العاصفة القادمة ستكون أقوى من عاصفة هدى من حيث كميات التراكم، في حين ستكون أقل برودة، لكن يعني هي عاصفة ثلجية بالأخير ستتميز ببرودة الأجواء بإذن الله تعالى. موضوع آخر نود التطرق له، سيتم إن شاء الله خلال الساعات القليلة القادمة إطلاق اسم لهذه العاصفة. الاسم سيكون ليعتمد عبر جميع وسائل الإعلام بإذن الله تعالى. وأيضا نود تذكيركم بدائما متابعتنا عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة في موقع طقس العرب على فيسبوك تويتر واليوتيوب، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية. تابعونا دائما لمعرفة كل ما هو جديد خلال التحديثات القادمة. كان معكم أسامة الطريفي من موقع طقس العرب.